السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الاوبن ستريت ماب والهوت او سي ام، اوبن ستريت ماب بنلاقي فيه اديتور. احنا شفنا الاي دي اديتور وشفنا الجافا اوبن ستريت ماب، في برضو رابد، بتختار الرابد وتقول له ماب اتاسك، تمام. هي دي غالبا ما بتبقاش فعالة قوي في الدول العربية، لكن ممكن تلاقي فيها الميزة. طيب ايه الميزة اللي موجودة فيها؟ اهي بتلاقي بس كل حاجه زي ما هي ما عدا الرابط ديت. لما بتدوس هنا بيقول لك لو في اي اماكن موجوده متعرفه على المايكروسوفت بيلدينج او فيسبوك رود، تقدر تعمل سيلكت عليها وتقول له فعلها معايا او ياخدها كوبي ويحطها في الخريطه عندك، هيوفر عليك وقت، تمام. هتلاقي كذا بيس، كذا داتا بيس موجوده، تمام. تقدر تفعل حسب المكان اللي انت موجود فيه، تمام. تقدر تشوف ايه الحاجه لو انت متفعله عايزها معاك، هتقول له اد. انا مثلا ضفت افريقيا، لقيت افريقيا فضفتها، بحيث وانا شغال لو لقيت اي معلومه اروح قايل له المبنى ده انا موافق ان هو يبقى موجود معايا، تمام. وبتقول له اوكي وبتفعل وتقول له اوكي. انا فعلا لقيت كذا مكان هم موجود مثلا في الخريطه بتاعت مايكروسوفت، فبعمل سيلكت عليها واقول له دي فعلا موجوده معايا. خلينا نشغل الليرن اباوت رابي، تمام. بيقول لي ان في شويه فيوتشر، بيقول لي هنا تقدر تفعل او توقفه، تمام. هو بيعتمد على الذكاء الصناعي، تمام. فهو اوتوماتيك يقدر تحدد الحاجه ويقدر هو يستنتج هي ايه. تقدر اول ما تدوس على الحاجه تبعه تقول له يوز ذس فيوتشر، فيبدا يضمها للاوبن ستريت ماب، تمام. لو هي حاجة متوصلة بحاجة تانية هتقول له كونكت، فهو يبدأ يوصل الخط ده بالخط التاني. بيقول لك منساش ان انت هتسيف، بيقول لي ابدأ يعمل زوم، وهو بيبدأ ياخد من الخرائط التانية ويبدأ يعرفك ايه الحاجات ديت، تمام. لو حاجة مش موجودة في الاوبن ستريت ماب وموجودة عنده، تقدر ان انت تعمل سيلكت وتقول له ضيف لي دي للاوبن ستريت ماب. فهو من الادوات المساعده جدا في الشغل، وتقدر تضيف الخرائط اللي انت ممكن تحتاجها، تبقى زي لاير كده بيستورد خرائط من اماكن تانية ويستعين بالذكاء الاصطناعي. يعني على سبيل المثال دي الحته دي في مصر على فكره، تمام. لان بعض الحاجات كده موجوده في خرائط تانية، مجرد ان اعمل سيلكت واقول له يوز ذس فيوتشر، دي من مايكروسوفت بيلدينج، تمام. هقول له لوج ان عشان ادخل بالحساب بتاعي، تمام. كل الشغل دوت هنحطه مره واحده في الاوبن ستريت ماب، تمام. هبدا اعمل عليه سيلكت، هو خلاص هو راسم اصلا الحدود، تمام. بنعمل سيلكت عليه، لما تقول له اجنور، لاما يوز ذس فيوتشر، هو محدد لي انها بيلدينج، وممكن يكون محدد لي الادرس ومحدد لي الارتفاعات ومحدد لي كل حاجه، تمام. فهيوفر معايا وقت كتير جدا، بس برضو بتاكد من الكلام. يعني ممكن يكون هو معرف حمام السباحه لان هو مبنى، فاقول له لا ده كده متعرف ان هو غلط. ممكن اجي هنا واقول له لا ده سويمنج بول مثلا، لو حد شاف السويمنج بول يقول، تمام. في فوت باص، ممكن انا اكون مش شايفه، يعني ممكن اكون موجود بس انا مش شايفه، تمام. طيب في هنا اتنين، واحد فيهم صح اكيد والتانية غلط، تمام. فهنشوف ان الصح فيهم وهي دي اللي احنا نفعلها، تمام، الاقرب للدقة، تمام. فاحنا كده بنغني الخريطة بتاعت الاوبن ستريت ماب في وقت قصير جدا، تمام. ونقدر ناخد الطرق دي كلها خرائط تانية، لكن هي برضو مشتركة. يعني دي الفكرة بتاعت الرابط ديت من الفيسبوك، الفيسبوك عاملها وعاملها اوبن سورس، فنقدر نستعملها بدون اي مشاكل خالص. دي قوة الاوبن سورس، تمام. بس لازم اتأكد من الشغل بتاعي، لو في حاجة مش مظبوطة أبدأ إن أنا أرحلها. كل الأدوات اللي إحنا متعودين عليها موجودة زي ما هي، تمام.
ممكن بقى ايه نعمل سيلكت كده لدوت ونقول له موف ونرحلها عشان تبقى في المكان بتاعها المظبوط. تمام، زي ما انت شايف في حاجات في الخريطة مش مظبوطة، فبعد ما نقول له نحددها دي داخلة في الطريق فلازم اقول له موف، وممكن احتاج ان انا اعمل لها روتيت عشان يبقى الشغل بتاعنا مظبوط. فالرابط بيعتمد كتير جدا على الذكاء الصناعي، ان هو بياخد من كذا خريطة ويقارن بينهم والحاجات دي كلها، فاحنا لازم نستفاد بالحاجات دي. يمكن انا اتكلمت عليها قبل كده في محاضرة عن الذكاء الصناعي، فالمرة دي بنطبقها عملي.